اكثر مكان بحبه بالدار مطبخي، مش لانه طبخي ذاتي لا، بس لانه هون بنجمع اكثر اشي، نطبخ ناكل بنحكي، يعني المطبخ عنا زي ما تقولوا مبهر بالحب. اكثر اشي بربطني بالدار هي غرفة القعدة، امي بتضلها تبهدلني انا واصحابي، بتفتح الشبابيك من كتر ريحة الدخان. في مكان وقت في وقت بالبيت غرفتي، هي ان ماما وبابا عملوا لي بيت للالعاب فيه. انا كمان بس اكبر بدي اكون زي ماما واعمل بيت زي اولادي. اكثر اشي بحبه بهالدار هاي الشجرة. هاي الشجرة زرعها سيدي الله يرحمه أول ما عمر الدار، وكان يحبها ويدير باله عليها كأنها حدا من أولاده. وهلا زي ما أنتم شايفين قاعدين تحتها إحنا والعيلة. إيش